ما فيش حاجه حصل. هو بص انا ليا وجهه نظر، ما تقدرش تجيب النجمين يسوقوا مركب. اولا مشاكل كانت مع الخطيب هي مشاكل اعلاميه اكتر منها مشاكل شخصيه. انا مدير فني والخطيب مدير المنتخب. علاقتي بالخطيب احنا مدرسه مع بعض، داخليه مع بعض، عنبر واحد، سريرين جنب بعض، علاقتنا ببعض قويه اسريه. اما جينا نشتغل، اما قال كابتن سمير زاهر وعمنا معموره الخطيب هيشتغل معاك. طب انا هلاقي مين افضل من الخطيب ان هو يشتغل معايا؟ يعني من باب مثل الادب والذوق والعشره ونجوميته وشعبيته. لكن احنا مش داخلين عشان ننافس بعض ابدا. احنا انا لما جيت اشتغلت اختلفنا في حاجات معينه. الاختلاف اللي كان بيننا مش عمره ما كان خلاف شخصي، ولا الخلاف اللي كان بيني وبينه ان انا شايف التوقيت ما كانش مناسب ان احنا نشتغل. الجدول بتاع البطوله كان كله شقه وتعب، الاصابات كانت عندنا كتير، كان في لجنه كانت في اتحاد الكوره واللجنه اتحلت، وجي زي الظروف اللي بنمر بيها دلوقتي. لجنه كانت في اتحاد الكوره وبعدين لجنه اتحلت وجي مجلس اداره، فكان موضوع شائك يعني موضوع. لكن ما كانش خلاف بيني وبين الخطيب، ولا خلاف شخصي، ولا خلاف فني، ولا خلاف اي حاجه حتى يعني، ولا هو كان بيتدخل في الشغل بصراحه. يعني بتكلم بامانه ربنا يعني عمره ما كان بيتدخل في الشغل. لكن انا شايف مثلا بقول لا احنا مش هنروح السنغال عن طريق فرنسا. الاقي بقى تاني يوم الاعلام كاتب الخلاف وده في حقيقه لا. وفي الحقيقه انا قلت مش عايزين نروح عن طريق فرنسا. انا ما سافرش من هنا لفرنسا مثلا 5 ساعات وبعدين نطلع من فرنسا لغايه السنغال 9 ساعات، وكنا في رمضان. هو ده كان وجهه نظري. اما كنا راجعين ليه ارجع اعمل عمره ورايح العب مباراه الثانيه المباراه في اثيوبيا؟ طب ما انا اروح على طول واروح على اثيوبيا. ده انت ما بتيجي تعمل عمره عايز بعديها بثلاث اربع ايام تبقى راحه. دي كانت وجهه نظري يعني، دي كانت وجهه نظري مع الاتحاد ومع الاداره مع الاضاءه مع الجهاز الاداري. دي كانت وجهه نظري ودي الحقيقه يعني، دي الحقيقه. لكن خلافات مع الخطيب لا، لا ده انا يعني بصراحه يعني احنا على اتصال ببعض، ورغم كل الدوشه اللي حصل دي احنا الاحترام والحب احنا جيل واحد، وان احنا ظروفنا اجتماعيه زي بعض وحبايب وما بنغلطش في حد وما بنقلش ادبنا على حد يعني لا مفيش الكلام ده خالص.